من دون مسيرة، أنا برأيي كتلة قوى التغيير بطبيعتها، بطبيعة تكوينها والمكان اللي إجت منه والمهام اللي حطتها على عاتقها، هي بتشبه بعضها كتير أكتر من أي حدا تاني بالمجلس اليوم. يعني المسافة ما بين أي شخص بالتغييريين وشخص تاني اللي هو نوعا ما نقيضه ضمن التغييريين بتضل أقرب بين النقيضين من أي طرف آخر خارج تكتل التغييريين. فمن هون أنا برأيي الفرق يلي عم بيصير ببعض الاستحقاقات الدستورية، إن كان برئاسة الحكومة لما سمينا نواف سلام أو برئاسة الجمهورية، هذا الشيء الوحيد، لأنه في تقييم مختلف لمفهوم الاصطفاف، مفهوم دورنا كنواب، مفهومنا لأدي قدرتنا نحن بالمساهمة. الفرق هون آدم هو بشغلة، في جزء من التغييريين يلي معتبرين أنه نحن دورنا هو رقابة والابتعاد عن أي شيء بيغرقنا مع القوى السياسية الأخرى بالمجلس، بمنطق أنه نحن دورنا نوعا ما هو انقلابي على كل هذا الواقع اللي تم إنتاجه من التسعين لليوم، وبالتالي كأنه نحن جايين نعمل عملية هيك إعادة تكوين من الصفر. في ناس تانين وأنا منهم يلي برأينا أنه لا، سياستنا هي فرق تسد، نحن وين ما نشوف في خلاف أو في انفكاك لا أحد أحزاب أو قوى اللي موجودة بالسلطة أو اللي كانت موجودة بالسلطة أو حتى من النواب المستقلين يلي بحياتهم ما كانوا بالسلطة، وهذا المجلس في 58 نائب ينتخبون لأول مرة، فنحن عم نجي نقول لا، واجبنا كتغييريين ننقل لغتنا وخياراتنا السياسية لنعمل أكبر عملية تفريق من الالتحاق بالمخيمات التقليدية أو بالاستفافات التقليدية ونعمل خيارات جديدة. من هون اجت المبادرة الرئاسية بوقتها، أنه نحن نخلق مبادرة من تلقاء نفسنا ونجرب نجمع حواليها. لما ما وصلت لنتيجة المبادرة لأنه ما تلقفوا كتار، هون وصلنا لمحل انه نحن اذا ما قدرنا نخترع منتج او مرشح نحن قادرين ندافع عنه ونمشي فيه، هون صار في فرق. ناس قالت لا نحن منصوت ومنقعد على حياد من كل شيء، وناس قالت لا، شو الموجود نحن واجبنا كنواب ان نحدد خياراتنا لإمكانية جدية لانتخاب رئيس وبالتالي نفوت بالمعترك بالموجود. من هون في ناس قررت تمشي مع ميشيل معوض، بس هذا بطل خيار انقلابي بالسياق اللي عم تحكي صح فيه. ما هو يا انقلابي، يعني انت انقلابي شو يعني؟ بتجي بتقول انا رح نقل بيمثلني وما فرقاني معي كل الباقيين شو بيعملوا، ما هو بالاخير بيتفقوا مع بعض وبيتساوموا مع بعض والى اخره، انا ما بدي فوت كل هالشغله، رح انطر ليصيروا التغييريين 65 بيقرروا هن لحالهم. التغييريين ما رح يصيروا بحياتهم بنظام تعددي بقانون انتخابي بهذا العدد، ممكن يصيروا 20، ممكن يصيروا 30، 25 اللي هو. بس اليوم نحن عندنا استراتيجيتين، يا نحن مقتنعين انه نحن نواب وفريق في المجلس النيابي وبالتالي علينا ان نخرج قرارات من هالمجلس من انتخاب رئيس لا تسمية رئيس حكومة لأي قرارات تتعلق بالتشريعات، أو نحن بعدنا مصرين أنه نحن فايتين بوجهن كلياتهم وما بدنا نتعاطى مع حدا بس بنطرح وجهة نظرنا. أنا برأيي هيدا خطأ. اليوم نحن الصح هو أنه نصير نحن كمكون سياسي عندنا وجهة نظرنا، نبلش نعمل خيارات، ما في أسود وأبيض، هيدا المجلس في كتير منه رمادي، نحن بدنا ناخد قرارات تكون لصالح الناس لأعلى نسبة. فاليوم ما فينا نحكي بالنظري، بدنا نحكي بالعملي. بالعملي اليوم الرؤساء أو المرشحين القادرين يوصلوا للرئاسة، علينا كتغييريين نصب كل تقلنا على المرشحين الأفضل الممكنين لنطلع أفضل رئيس برأينا ممكن ينجح، مش الرئيس يلي نحن منتمنى أنه ينجح ومنعرف ما في بحياته أمل أنه يوصل، مثل دكتور عصام خليفة مثلا. نحن منا شغلتنا بس نرشح لنرشح، نحن شغلتنا ننتخب، نساهم بانتخاب رئيس يكون إلى صالح الشعب اللبناني. اللي ذكرته هلا هو يمكن يختصر بمصطلح سريع وبديهي، هي واقعية سياسية بالتعامل مع الظرف اللي انت لقيت حالك فيه. مش واقعية، مسؤولية سياسية. طيب اذا ما قادر تخترع خيارك الخاص وتجبر او تقنع الاخرين يجوا تجاهك، انت بدك تمشي مع الاخرين بالهدف. في مثل بوقت الانتخابات تعلمته من صديق ببرجة، بيقول اذا اهلك جنوا جن، اذا اهلك جنوا جن، مش راح تغير أهلك. ما سمعتوا لهذا يعني هذا التعبير زميلتك حليمة قعقور؟ لا، هي عندها قناعة بتقول انه نحن هون حزب لنا تماما. حطيتها تقدم لكن ما ارجع هيدا. عندهم قناعة، هني حليمة عندها قناعة بانه نحن لازم نضلنا ضد
14 و8 وخارج الاصطفافات، ونحن نضلنا نوعا ما بما يسمى بوقتها هي النقاء الثوري. أنا برأيي هيدا منه شيء عملي لنواب منتخبين، هيدا فيه عملوا ناشطين خارج المجلس. بقلب المجلس مسؤوليتنا نخرج قرارات، أفضل قرار ممكن لصالح الشعب اللبناني علينا نروح ندفع باتجاهه، مش نستقيل من دورنا بمفاوضة الآخرين. جزء من مسؤولياتنا هو إنتاج قرار لل 128. ما فينا ننتج قرار بس بيمثلنا إلنا ونترك ال 128 كأنه هني مجلس ونحن مجلس. لا، نحن مكون أساسي وأحد أكبر الكتل بهذا المجلس. دورنا أنه نحن نروح نساهم بهذا المجلس ونأكد أنه أي قرار بياخده المجلس يكون للحد الأقصى لصالح اللبنانيين. بس اللي عم تحكي فيه هو ليس بناء عليه خيضة الانتخابات النيابية من قبل حضرتك وعدد من النواب. كان هناك خطاب ثوري انقلابي مواجه لكل شيء موجود، وصل حد رفض التحالف مع أي من أركان ما اعتبر أنه منظومة، بعيدا عن شو ممكن يكون صار تحت الطاولة من اتفاقات أو يعني ضرورات سياسية وانتخابية. هذا الشيء اللي عم تذكره هلأ هو يعني التوصل إلى خلاصة أو خلاصة وعي بأنه أنا ما قدرت أو ما بقدر خوض المواجهة السياسية بنفس الأسلحة اللي رفعتها خلال الانتخابات، أو هي كانت قناعة موجودة فبالتالي الشعارات التي رفعت في الانتخابات كانت حاجة ظرفية بس وسقطت لحظة الدخول إلى المعترك السياسي؟ لكن نحن بحزب التقدم كنا جزء من جبهة المعارضة اللبنانية اللي كان فيها ميشيل معوض وكان فيها الكتائب اللبنانية وكان في تنسيق مع نعمة فريم وآخرين. فنحن من الأساس كتقدم لما ترشحنا أبدا كان معيارنا كتير واضح، نحن فرق تسد هذه السلطة. إذا بدك تكسرها باصطفافات الطائفية بدك تفرق قد ما فيك من هذه القوى لتشكل قوة وازنة تقدر عن جد تعمل إصلاحات وتغير المسار الموجود. اليوم المسار بالبلد يلي هو التحاصص الطائفي والتلت المعطل عم بيدوروا 3-4 أحزاب كبيرة وقاعدين بيتفقوا، والدليل هو التعطيل عم بيصير بالرئاسة. فنحن ما نقضنا يلي كنا عليه من 2020 لهلأ وعملنا الانتخابات، وبهيدي الانتخابات نحن كنا كتير واضحين. حتى أنا هون على الجديد وبمحلات تانية قلت أنه إيه أنا بميز الكتائب، بميز ميشيل معوض من الناس الآخرين، أنا مع كلهم يعني كلهم بالمحاسبة. إنما اليوم بالخيارات السياسية نحن بنمثل ناس وغيرنا بيمثل ناس، فاحتراما لخيارات الناس داخل المجلس علينا ومش من الواقعية من المسؤولية إنه نحن نحترم رغبة الناس ونخرج قرارات. ما فينا نجي نقول لهم الناس كلها غلطانة، 90% من المجلس ما بيشبهنا وبالتالي لن نتعاطى معه ليقتنعوا الناس نصير نحن 100%. هذا عقل شمولي. نحن اليوم لازم نتعامل مع الآخرين من منطلق مسؤوليتنا كنواب لنخرج أفضل قرارات ممكنة. ذكرت مرتين عبارة فرق تصد، وهي يعني ما يحكم آلية العمل أو آلية التصرف بالسياسة، بس هذا التعبير انقلب عليكم، يعني انقلب على التكتل اللي أنت جزء منه واللي اخترت أنه تكون جزء من تشكله. فرق تصد وبعد حملات واخرها، يعني هلا بدي اذكر الرد اللي صار بينك وبين رئيس جهاز الاعلام بحزب القوات اللبنانيه. صار في متركاج عليكم انه انتم عم بتعطلوا امكانيه وصول مرشح سياده مثل ميشيل معوض، ويعني صار الخلاف وازداد الخلاف الى حين ما ممكن نعتبر انه فرق تصد صارت ضمن المعسكر اللي انت بتنتمي له الى حين حصوله. لك داخل التغييرين برجع بقول لك نحن بالدي ان اي بالتكوين كثير بنشبه بعض، يعني قد ما حدا يجرب يحكي معنا اليوم انا البيت الاساسي اللي بنتمي له هو التغييرين. اليوم التغييرين عندهم 2 استراتيجي وما عم بيقدروا يتفقوا مع بعض لانه اقترحنا نعمل اليات تصويت داخل تكتل التغييريين ورفضوا البعض، وبالتالي ما عندنا اليات قرار. لما تعطلت اليات القرار لم يبقى لنا من خيار سوى انه نترك الحريه لكل شخص هو يقرر شو بده يعمل. انما بعدني بقول لك لهلا امبارح كنا بالمجلس وقبله عم نصوت كلياتنا مثل بعض بالتشريعات، عم نتفق كلياتنا مثل بعض على الطعون وغيره عم نمضي بالموازنة، كلنا صوتنا ضد بأكثر من قرار أساسي، كلنا صوتنا ضد أنا برأيي أو صوتنا مع إذا مقتنعين فيه. اليوم حتى باللجان المشتركة في تنسيق بعمل اللجان، في تفهم لأدوارنا وتوزيعنا بين بعض.
يعني برجع بقول لك نحن ما افترقنا. نحن اليوم في عنا استحقاق رئاسة الجمهورية، مختلفين بالاستراتيجية. هيدي الاستراتيجية ما عم نقدر نتفق على وحدة مشتركة، بدها نقاش، وبتمنى نقدر نوصل لنتيجة بسرعة بهذا الموضوع. إنما اليوم بالقوة الثانية، ما هو اللي ذكرته أنت اليوم عن أجوبة القوات اللبنانية لإلي، أو حتى بوجهات النظر مع قوة ثانية باعتبارها قريبة منا مثل الكتائب أو غيره. اليوم أنا برأيي نحن علينا نعمل خياراتنا الخاصة. لا يكفي أن يكون التغييرين هن فريق يعترض على الآخرين من دون ما يقترح شيء. نحن اليوم عم نجي نقول اليوم علينا نحن بمسألة الفرق تسد، هاي عم بذكر لك إياها ثالث مرة. اليوم نحن كقوة إذا عنا طرح نعمل فرز على أساسه، إذا ما عنا طرح نلتحق. برئاسة الجمهورية عندما فشلنا أنه نحن مبادرتنا تقدم الطرح، افترقنا لأنه بطلنا نحن عم نبادر، صرنا نحن مضطرين أنه نعمل خياراتنا من اللي موجود. كل مرة نحن نبادر نحن منضلنا موحدين. هيدا اللي مطلوب منا كتغييرين. أما القوى الثانية فيهم يتهجموا قد ما بدهم، ما رح يعملوا فرق بيني وبين حليمة وبين أنا الأخرين. أنا ما عم بحاول يعني